طب نروح للانتاج، وهيكون معانا كابتن احمد كوشري. طبعا كنا لسه بنتكلم عليه من شويه. هارد لك كابتن كوشري، خساره نقطتين في بدايه ونقطتين في اخر المباراه قدام الاتصالات، بس ان شاء الله باذن الله تقدر تعوض. انت واحد من المديرين الفنيين الواعدين، وبرحب بيك وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسه. طبعا حبيبي ابو حميد، نور الدنيا، سعداء طبعا، وبمسي على الكابتن ايهاب. طبعا كابتن ايهاب المصري له تأثير كبير، كابتن كوشري وابو علي، يعني الحمد لله طبعا على المباراه. يعني احنا يمكن لينا ظروف خاصه شويه فريق الانتاج الحربي، لان احنا كنا من شهر كنا في الدوري الممتاز، والفرق عندي اتغيرت بنسبه مثلا 70%، معظم اللعيبه مشيت، فجت لعيبه جديده. طبعا ساعات لما تجيب لعيبه جديده كمان يعني ما بيبقاش لسه الانسجام، ما مرناش حوالي 10 ايام ودخلنا الماتش، فما فيش بطه اعداد بتبقى اقل يعني من 4 اسابيع. فبالتالي يعني انا عارف ان هلاعب فرقه كويسه، فرقه الاتصالات كان بقى لها 3 شهور ونص بتتمرن، واحنا ما تحملناش الفرصه ان احنا ننسجم الفريق وان احنا نوصل النواحي البدنيه بتاعتنا للمستوى المطلوب. يعني تخيل ان انت تبقى داخل المباراه وانت لسه بتتعرف على لعيبتك وبدنيا ما وصلتش ل 60%، فبالتالي يعني وكنا طبعا احنا الاقرب للمكسب، يمكن يكون جه في اخر دقيقه من ضربه جزاء التعادل بتاعه، لكن الحمد لله يعني بنقول بدايه برضه طيبه مع فرقه كويسه، فرقه الاتصالات، فرقه اللي صارفه جامد ومعاها يعني جهاز فني محترم ومجلس اداره محترم. فبدايه الحمد لله يعني طيبه مع فرقه هتنافس برضه من الفرق اللي هي تعتبر في المنافسه. ايوه مع كابتن هشام زكريا الاتصالات. صح، وفرقه فعلا زي ما كابتن كشري بيقول هي من الفرق المنافسه. انا بحييك طبعا يا كابتن كشري، امبارح عملت ماتش كبير جدا، عامل فرقه محترمه، عندك عناصر مميزه جدا جدا، اعتقد ان الانتاج منافس قوي جدا جدا في مجموعه القاهره، وهيقدر يوصل يعني لغايه اخر صفاره الحكم، هيبقى منافس قوي جدا على المجموعه، فريق محترم، جهاز فني محترم. فانا امبارح كنت بتفرج على الماتش، طبعا في كوره، في ثقه في الاداء، في لعيبه عند حضرتك عندها امكانيات عاليه جدا وخامات مبشره. يعني انا يعني ممكن اسمي لحضرتك كمان شاذلي او اسلام جابر او حسن ياسين، لعيبه كبيره جدا جدا. طبعا مع انا من واحد مع نجم من نجوم اللقاء امبارح رضا الويشي اللي ادى اداء بشكل كويس جدا. عملت ماتش كبير يا كابتن، والتوفيق اللي جاي ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا بوب، يا رب يخليك يا ايهاب. ويعني انت شفت المباراه امبارح، احنا كنا متفائلين اللقاء رغم ان الفرقه زي ما بقول لك يعني ناقصها حاجات كثيره ولسه ما وصلتش المستوى ان احنا نقدم مباراه زي دي، فده مؤشر كويس جدا لفريق الانتاج الحربي. وانا بس يمكن هي النقطه دي اللي كانت يعني كنت متخوف منها، وحصلت فعلا في المباراه واثرت علينا بدنيا شويه في نهايه اللقاء، ان احنا في 10 ايام بس جمعنا الفرقه يا ايهاب. ايوه كابتن انا معاك، كمان ما تحليش الفرصه ان انا اخد لعيبه زي الفرق الثانيه، يعني انا ما اخترتش اللي انا عايزه، وانا بالعكس انا المتاح اللي كان قدامي هو اللي خدته، ولكن خدت مجموعه لعيبه كويسه ما انكرش ان هم مجموعه كويسه، في لعيبه منهم طبعا كانت يعني بعلاقتهم بيا ان لعبوا معايا في انديه او عايزين يلعبوا معايا، دي كانت برضه كانت ليها يعني القوه ان هم يكونوا، ان كان في انديه. كابتن كشري لسه في صفقات ثانيه انا سامع فيها، اعتقد في مهاجم جاي الانتاج ولا الكلام ده مش مؤكد؟ في مهاجم جاي الانتاج ان شاء الله. انفراد بقى انفراد بقى كابتن كشري ولا ايه؟ نعم، مفيش انفراد كده؟ مفيش ايه؟ مفيش انفراد يعني كابتن كشري ولا لسه؟ والله عشان بس هو على قوه نادي ومنخلص خلصوا اعاره، فالامور ان شاء الله هتتم باذن الله ان شاء الله. يعني على وشك هو مهاجم محترم يا كابتن، وان شاء الله هيفيدك ان شاء الله باذن الله. يعني ابو علي برضو يعني عنده مواليد لا ان شاء الله هيفيدك يا كابتن، يعني بيتابع الدوري كله، فاكيد هو اللي جاب لك المعلومه لا ان شاء الله هيفيدك يا كابتن. المجموعه فرقه كويسه، وصراحه مجلس الاداره في ظهرنا، وده يمكن اللي خلاني اكمل مع الانتاج الحربي، ان انا قلت ان الناس عندها طموح الصعود وبنفس الامكانيات يمكن ده اللي انا قلته لحضرتك، الاهم طبعا صفقه وتواجد كابتن كشري. يعني بشكرك كابتن كشري، وكل التوفيق ليكم مع الانتاج، وخصوصا طبعا يمكن تالي مجموعه القاهره هي الاقوى والاصعب يعني والاشرس، فيها كل يعني حاجة. كل